الراديو 90-90 هواها مصر. خد عندك جمل وأمثال قديمة بنرددها وكتير مننا ما عرفش معناها أو أصلها. النهاردة هنكمل شوية حاجات كده وليها أصول ومعاني زي المرة اللي فاتت واللي قبلها. اللي على راسه بطحة، لما حد يبقى يعني حاسس بانه عامل عامله كده وكص على راسك بطحه. قصه المثل ده ان في راجل اشتكى لقاضي القريه ان الفراخ اللي كان بيربيها اتسرقت، فالقاضي جمع اهالي القريه كلهم وقال لهم فلان الفراخ بتاعته اتسرقت واحنا عرفنا مين السارق ولازم يرجع الفراخ من نفسه كده في السر علشان ما نضطرش نفضحه على الملا. الناس بداوا يسالوا بعض يا ترى مين يا جماعه اللي اسمه، وبداوا يشتموا بصوت عالي ازاي مين اللص مين الحرامي، وكان في وسطهم اكيد الحرامي موجود لانه جمع الناس كلها. لحد ما واحد منهم سال القاضي السارق موجود وسطنا؟ القاضي رد قال له بالطبع ايوه. قال له طيب مش عاوزينك تفضحه او تقول اسمه ولكن على الاقل اوصفه لينا. فالقاضي قال طالما انتم مصرين السارق على راسه ريشه. في نفس اللحظة تحسس السارق رأسه لأن خاف أن يكون في فعلا ريشة على رأسه لما دخل عشة الفراخ يسرقها، ومن هنا جت اللي على رأسه بطحة بيحسس عليها. المفروض كان على رأسه ريشة يعني، بس تمام. خد عندك دخول الحمام مش زي خروجه. فاكرين قلنا اللي اختشوا ماتوا؟ لا، تعال عشان كانت متعلقة بالحمامات برضو. في واحد افتتح حمام تركي زي حمام التلات اللي اكيد تسمعوا عنه، لا اللي بيكون فيه ساونا، بس مش عايز اقول ساونا، لا الكلام ده مودرن او لا بيبقى تكييس وحاجات مصطلحاتهم كده يعني. المهم يعني المهم الراجل ده خلى دخول الحمام التركي مجانا، لكنه كان بيحتفظ بملابس الناس وقت خروجهم من الحمام يطلب منهم فلوس علشان ياخدوا الملابس بتاعتهم. ولما سالوه بقى في بدايه الايام بقى الافتتاح لما الناس جربت تدخل قال لهم مش انا قلت ان دخول الحمام بالمجان؟ انا ما قلتش ان الخروج من الحمام بالمجان، دخول الحمام مش زي خروج منه. برنس انت يا برنس. خد عندك حسبة بيرما. لما تلاقي حد محتاس وهو بيحسب حاجة يقولك ده على ما يخلص يا عم مش هيخلص النهاردة، يعني حسبة بيرما. أصل الكلمة دي بيرجع لإحدى القرى المصرية التابعة للمحافظة الغربية وهي قرية اسمها بيرما. وقصة الجملة دي كانت في ست ماشية وشايلة قفص مليان بيض، واتخبطت في واحد وهي ماشية وقع منها القفص واتكسر البيض. فالناس اتلمت حواليها عايزين يدوها أي فلوس يعوضوها عن البيض اللي اتكسر، فسألوها القفص كان فيه كام بيضة يا ماما؟ قالت لهم لو عديتوا البيض بالتلاتة هيتبقى بيضة، ولو عديتوه بالأربعة هتتبقى بيضة، ولو عديتوه بالخمسة هيتبقى بيضة، ولو بالستة هتتبقى بيضة، ولو عديتوه بالسبعة مش هتتبقى حاجة. الحاجة عاملة لهم فوازير رمضان. ايه ياما؟ يبقى لولا كان في قايت لهم لو عديتوا البيض بالتلاتة هيتبقى بيضة، لو عديتوه بالأربعة هيتبقى بيضة، ولو عديتوه بالخمسة هيتبقى بيضة، ولو بالستة هيتبقى بيضة، ولو عديتوه بالسبعة لن يتبقى أي بيض. الناس فضلت محتارة ومش عارفة يحسبوها، مش عارفين يحسبوها متلخبطين. وبعد عناء شديد طلع القفص كان فيه 301 بيضة. وأطلق الموضوع الحكاية الحسبة على موضوع الحاجة دي وبرمى على اسم القرية. سلام يا سلام. خد عندك فضحته بجلاجل. يقولك يا دي الفضيحة جلاجل، يا دي الجرسة بمحناجل. فضحته بجلاجل يعني ايه؟ زمان كانت عقوبة المجرم ان الشرطة تخلي المحكوم عليه يركب على الحمار يركب الحمار بالمقلوب، وافراد الشرطة يمشوا جنبه وهما معهم اجراس بيزفوه من الاخر علشان ينبهوا الناس ويخلوهم يشوفوا اللص وهو رايح ياخد جزاؤه. ومن هنا جت جملة الفضيحة اللي بجلاجل. الجلاجل يعني حاجات زي اجراس كده عشان يطلع صوت، فصوتها كان مميز جدا، فالناس اول ما تسمع صوتها وهي في بيوتها يعرفوا ان في حد مفضوح حرامي مذنب مش عارف ايه، فيطلعوا يشوفوا خلقته شكله ايه علشان ينتبهوا لمين اتمسك في قضية يعني، او في جناية او في جريمة او في اي. وكمان كلمة انت هتجرسني جات بنفس برضو المعنى، ان حد بيشوفوا الناس مين اللي بيتجرس اللي هو بتطرق الاجراس علشان الناس تعرف ان ده المذنب والمجرم. فيا دي الفضيحة مجلاجل وهتجرسني ده اصلها. كاني وماني. مين كاني وماني؟ مين الأختين كاني وماني؟ بيقولك لا تقولي كاني ولا تقولي ماني، ياني
كاني وماني أصلها كلمات فرعونية، مع كاني معناها السمن وماني معناها العسل، وكانوا عملات عملة يعني للشعب، يعني بيتقربوا بيها لكهنة المعابد، وسائل وعملات بيتقربوا بيها لكهنة المعابد بتقديم السمن والعسل ليهم. فكاني وماني لما حد يروح يحب يوصل بقى من عن طريق الكاهن، ما الكاهن بقى يوصله يوصل للإله بقى على طول، يعني هو الكاهن يقول له انت وصلت يا باشا، اركب الحجر وانت هتبقى دخلت الجنة يعني. فيعمل ايه بقى عامة الشعب ايام الفرعنة؟ يتقربوا للكاهن ويدوله سمن وعسل. السمن بالفرعوني اسمه كاني، والعسل بالفرعوني اسمه ماني. فلما اقولك ما اقولكوا كده يا جماعة انا نفسي في كاني وماني، فانتوا بقى على طول تكونوا فاهمين يونس نفسه في كاني وماني. قوم يا ادهت بلص عسل يا غالة، قوم يا ادهت علبتين سمن النخلتين يا غالة. في حاجة اسمها النخلتين لسه مش عارف. طيب نروح بقى هنقلب بقى، هنفرش الملاية ونردح بقى. ايوه نردح يا الدلع عادي. ايوه لما بيجوا يردحوا زمان بقى بالملاية اللف والحاجات دي ما بتتقالش الكلام ده دلوقتي طبعا، ولكن زمان يا الدلع عادي. مين يا الدلع عادي ده بقى؟ الكلمة دي بتتقال في الخناقات، متاخدة من كلمتين اتنين. هل تتخيل ان يا الدلع عادي متاخدة من يا ألد أعدائي؟ ايوه النعمة، يعني لما حد يقولك يا الدلعادي يقول له ايوه انا عارف ان انا الدلعدك، انا الدلعدك والدلعد اللي تشددولك كمان. فيا الدلعادي كلمة مأخوذة من كلمتين يا ألد أعدائي، ففضل الزمن يضم فيهم ويحرف فيهم، ويا ألد أعدائي تحولت ليا الدلعادي، وبقت لازم تتقال بأداء كده اللي انا قلته من شوية، سقفة بقى وبعد كده تتقل الكلمة بعدها. خلاص عرفتوا بقى المعلومات في خد عندك يا معلم.